وللحديث عن الصراع السياسي في العراق والاتهامات بين شركاء العملية السياسية بالمسؤولية عن التفجيرات اللي زعزعت استقرار البلاد والسيطرة على السلطة، معنا من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا دكتور. دعني أتوقف عند العبارة الأخيرة التي وردت في التقرير: إذا اختلفوا قتلونا وإذا اتفقوا سرقونا. يعني هذه العبارة تلخص المشهد في العراق فيما يتعلق بهذا الصراع أو النزاع بين مختلف الفصائل والأحزاب السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولمشاهدي قناة الرافدين. المشهد العراقي مؤلم حقيقة منذ الاحتلال إلى حد الآن. الذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية وباركتهم إيران، وتحولوا في ليلة وضحاها إلى عصابات تتملك أمر العامة في هذا البلد وتدير البلد بصراع دموي من قطع منذ توليهم السلطة ولحد الآن باتجاهات مختلفة. ونلاحظ أن الكل حريص على تنفيذ المشروع الإيراني أو المخطط الإيراني في العراق، وعودة التيار الصدري حقيقة متوقعة، لأنه ما صدق في يوم من الأيام في موقف أو ثبت عليه على الأقل، وإنما هو متقلب، وهذه التقلبات معروفة بماذا وعد ومن الذي وعده ومن الذي أمره ليعود إلى هذا إلى العملية السياسية بعد الإعلان. حقيقة يعني منذ البداية قلنا أنه هذا الإعلان هو إعلان مجرد سحب الرأي واللعب بعواطف العراقيين، والنتيجة أنه لا مبدئية في الانسحاب ولا مبدئية في العودة، لأنه من يرى أن العملية السياسية في بيانه السابق أنه عملية تنتقص من العراق وحرية العراق وسيادة العراق، هل يعيد سيادة العراق خلال الوثيقة الشرف الذي وقعوها له؟ ومن الذي وقع وثيقة الشرف؟ أليست هم نفس الشركاء الذين اتهمهم مقتدى الصدر بأنهم هم ولاءهم لخارج العراق وأنهم يدمرون العراق وما إلى ذلك؟ وبيانه واضح، لا نريد أن نتقول عليه، ولكن الأمر المهم في هذا المشهد هو أن هذه الأحزاب تدار بشكل مباشر من إيران. إيران تخشى على ضياع العملية السياسية في العراق وفساد العملية السياسية أكثر من خشيتها على أي مصلحة أخرى، لأن ترى في العراق الحديقة الخلفية الغنية التي تمول المشروع الإيراني. نعم. وهي مركز الصدارة في التصدي في تنفيذ المشروع الإيراني في الشرق الأوسط، وبالتالي هي تأمر كل هذه الأطراف التي في العملية السياسية بكل أنواعها، يعني لا نقف عند مسمى محدد، ولكن لكن دكتور دكتور عذرا المقاطعة، عندما يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية السابق والقيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي بأن التفجيرات والحرائق هي نتيجة لصراع الأحزاب على المناصب، حتى هذه الأحزاب لا تستطيع الاتفاق فيما بينها لإدارة البلاد أو إدارة هذه العملية السياسية، ونزاعها على المناصب يودي بحياة أبرياء. الحرب العصابات ليس لها أخلاق معروف، وليس لديها قيم او مبادئ او ثوابت، وليس لديها حرمات محدده. الذي ياتي بالخيانه وهي الجرم الاكبر مثل على المبدا الفقهي لا ما بعد الكفر من ذنب، الذي اتى بالخيانه العظمى للبلد وكان عميلا للاجنبي، اتعتقدون انه يهمه ازهاق ارواح الناس؟ هو ما اتى بالمحتل الامريكي وقتل ودمر شعب باكمله، وأتى وقاتل مع المحتل الإيراني حاملا سلاحه ضد أهله وناسه، فهل يعقل أنه عندما يتولى السلطة يكون حكيما وقلبه على هذا الشعب؟ الجواب ببساطة لا، لأنه حدث العقل بما لا يعقل فمن صدق فلا عقل له. هذا الكلام يدل على أنه كل ما يدري في العراق من تفجيرات ومن قتل، وهذا الكلام قلناه منذ البداية، ولكن الذين يصمون آذانهم عن القول الحق وعن سماع الحق، هذا الذي أودى بالشعب العراقي أن يخرج في ثورة تشرين، لأنه وصل به الحد أنه لا يستطيع أن يثق بأي من هؤلاء السياسيين. ونلاحظ أن العملية الانتخابية أصبحت عملية يعني على ذكر العملية الانتخابية دكتور، دعني أتوقف هنا عند نقطة في غاية الأهمية.
وهي أن اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات السابق مقداد الشريفي تطرح أسئلة مهمة الآن، وقد اعتقل الرجل بتهم تزوير الانتخابات مقابل المال. هل اتخذت إجراءات كفيلة بعدم تكرار سيناريو تزوير الانتخابات مرة أخرى؟ وإذا كان رب البيت للدف ناقر فما شمة أهل البيت؟ نحن نتكلم عن منظومة سياسية فاسدة. هذه المنظومة وهذا القدر الفاسد لا يهم من يضحوا بمن على جادة الطريق لتضليل الرأي العام. لاحظ جريمة قتل عبير الخفاجي، ولاحظ التمثيلية اللي قام بها رئيس الوزراء، ولاحظ هروب المتهم بعد صدور الأمر عليه وتهريبه. كل هذا يدلك على أن هذه العصابة كلهم متفقون على قتل الشعب العراقي. مصالحهم والمكاسب وبيع المناصب، لماذا تحرق يحرق البلاد، تحرق المستشفيات والوزارات من أجل الصراع السياسي الذي من وراءه مكاسب مادية، وهم كلهم ينتمون إلى مسميات إسلامية، وكلهم يلبسون العمة التي أساءوا إليها كثيرا، وأساءوا إلى هذه القدسية التي يقدسها المواطن ويقدسها الإنسان المسلم، لأنه هذه تمثل قدسية، كانت تمثل نعم. قدسية كبيرة بالنسبة للآن أصبحت بلا قيمة. لماذا؟ لأنه كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الرويبضة رعاء القوم يتملكون أمر العامة، عندما يقومون بالقتل من أجل منصب، وهذا الذي الله سبحانه وتعالى ينص عليه في القرآن، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني نحن نتكلم عن مبادئ إنسانية كبيرة جدا بعيدة عن الدين. دكتور، هذه المبادئ الإنسانية أصبحت محصورة فقط بمحاصصة بائسة كما تعرف. يعني تيار الحكمة يؤكد مثلا أن عودة التيار الصدري للانتخابات جنبت القوى الشيعية مشكلة كبيرة، وكأن مشكلة القوى السياسية هي الحفاظ على هذه المحاصصة الطائفية وليس التنافس عبر برنامج انتخابي يخدم العراق والعراقيين. ما بني على باطل فهو باطل. هذه الانتخابات وهذه العمل السياسي بنيت على أسس باطلة، فبالتالي كل العمليات اللي يحرصون عليها هو بقائهم في مراكز سحب الدم العراقي وقتل العراقيين وامتصاص المال العراقي والاغتناء على حساب مأساة شعب بأكمله. نحن نتحدث عن مأساة واضحة للعيان ملموسة باليد، لا ماء، لا كهرباء، لا خدمات، لا تعيين، الفساد عام في كل مكان، الرشوة في كل المكان، الاستغناء على حساب المال العام، استغلال المال العام للمصالح الشخصية، لا يوجد قضاء، لا يوجد تعليم بمعنى التعليم. يعني عندما نتحدث عن مأساة المواطن البسيط، كيف يعيش في بلد بلا قانون، بلا خدمات، بلا مستقبل؟ ماذا تريدون من الشعب؟ ماذا يريدون من الشعب العراقي؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه كل سياسي عندما سيقف أمام الله سبحانه وتعالى مجردا من كل هذه المناصب. ماذا ستجيبون؟ وقفوهم أنهم مسؤولون. ماذا ستجيبون لما تعرضون على الله سبحانه؟ لا تخفى منكم خافي، لا يفيدك المال ولا المنصب ولا فلان وفلان. هذه القضية، والمصيبة الأكبر أنهم كلهم يدعون التقوى. يعني أتونا، أنا قلت هذا الكلام منذ 2006 أو 2007، أتونا بعمامة علي وحكمونا بقلبة بلهب، وهذا ما يدل على أن كل الجرائم التي تحدث في العراق هي من تصميم وتنفيذ هذه الميليشيات وهذه الأحزاب التي كل له جهة مسلحة وكل يغني على موال ما يريده من استعمله. وليعلم الكل أن كل هؤلاء مستعملون من قبل إيران ومن قبل أمريكا ومن قبل جهات خارجية، ليس لديهم مشروع وطني حقيقي يلامس حاجة المواطن العراقي من البصرة إلى داخل. هذا الكلام واقعي، ربما تختلف المسألة من مكان إلى مكان حسب رغبة وإرادة الناس، ولكن عندما طفح الكيل وأصبح المواطن العراقي في ميزان لا نهاية، وضعوه في ميزان أنه خدمة للمصالح الأجنبية وخاصة المصالح الإيرانية التي تعمل عليها هذه الأحزاب والمصالح الأجنبية في العراق، نلاحظ أنه خرجت الشباب
كلهم رافضون لهذه العملية السياسية، والعملية السياسية سوف تتزور، ورعاية التزوير كما أسلفنا سابقا هي رعاية أمريكية، لأن هم يريدون استمرار العراق على هذا الحال، ولا يمكن أن تنخل العملية تنجح العملية السياسية في العراق وتصبح عملية حقيقية ما دامت الأيدي التي تديرها أيدي خارجية. شكرا لك. ما دام العراقي ليس له صوت. شكرا لك دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.